السلام عليكم، يا رب تكونوا جميعا بخير. طبعا الصورة واضحة قد ايه، ايه الجمال اللي معانا ده، سويسرول ريد فيلفت. عايزة اقول لكم ان النهاردة عاملاها بابسط واسهل طريقة، ناجحة معاكم ان شاء الله من اول مرة، وكمان المقادير اقتصادية بسيطة جدا جدا، مفيش فصل بياض وصفار والكلام ده كله. يلا بينا كده نشوف المقادير والطريقة قد ايه سهلة وبسيطة. هنجيب الخلاط بتاعنا ونحط فيه 3 بيض حجم كبير بدرجة حرارة المطبخ، معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة، وكمان معلقة كبيرة من الخل، وهنمشي باقي المقادير بتاعتنا هتبقى بالمعلقة النهاردة ومفيش بالكوباية. وامشوا على الخطوات بالظبط، كملوا الفيديو للآخر وشوفوا قد ايه الموضوع كله بسيط وسهل جدا جدا زي ما بقول لكم. هنحط بقى 7 معالق كبيره كده من السكر، سكر الحبيبات العادي، ونضربه ضربتين كده مع البيض، وبعدين نضيف باقي المكونات بتاعتنا. 7 معالق من الزيت، 7 معالق من اللبن زي ما احنا شايفين كده مع بعض، وهنضربه كويس جدا في الخلاط لغايه ما نحس ان اللون بتاعه بقى فاتح والسكر يكون دايب. اهم حاجه في كل انواع الكيكات ان السكر بتاعنا يكون دايب. هنيجي بقى للمقادير الجافه بتاعتنا، هيكون معانا 5 معالق كبيره من الدقيق، معلقه كبيره من الكاكاو الخام، معلقه كبيره من النشا، معلقه كبيره مليانه يعني من النشا، ومعلقه صغيره من البيكنج باودر، ممكن رشه صغيره جدا بيكنج سودا ورشه الملح. وبعدين هنقلب باقي المكونات بقى السايله على الجفه كده بالمضرب اليدوي بالراحه عشان ما نخرجش الهواء منها. لو حسيتوا ان القوام لسه خفيف ممكن تضيفوا معلقه كبيره كمان من الدقيق، انا بالنسبه لي كان القوام مظبوط جدا. وهنضيف بقى نقطتين كده من اللون اللي هو الغذائي ده، بيتباع عند الالوان الطبيعيه اللي هي بتتباع عند بتوع مستلزمات الحلويات، اللون الاحمر ده هنحط نقطتين بالظبط ونقلبه كويس جدا بالمضرب كده. هتلاقوا اللون معاكم هنا دلوقتي لسه فاتح، لكن لما بيستوي بيغمق شويه، بصراحه هو لون جميل جدا، انا بحب قوي الحاجات اللي بتبقى بالريد فيلفت. هنجيب بقى معايا مقاس الصاج بتاعي 30 في 40، وهنجيب ورقة الزبدة وندهنها زيت، وبعدين نصب فيها المقادير بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده مع بعض، ونبتدي بقى نساوي الساويس رول بتاعنا كده بالسباتيولا حتى للأطراف. المهم ان احنا نخليه متساوي من الحروف زي ما احنا شايفين كده مع بعض. هنسخن بقى الفرن جنبنا في المرحلة دي على درجة حرارة 160 رف أوسط، بياخد معانا قد ايه تسوية، تقريبا من 15 لـ20 دقيقة على حسب كل فرن حد فينا. زي ما انتوا شايفين كده انا بس بساوي الأطراف بتاعتي، او ممكن تهزوا الصاج كده يمين وشمال لغاية ما تكون الحروف متساوية قدامكم، واخد الشكل اللي هو المربع زي ما احنا شايفين كده مع بعض. بعد ما سويته كده وهديله خبطه كده بسيطه عشان نطلع الفقاعات اللي في المنتصف، وهيخرج معايا بعد 20 دقيقه كان مستوي وجميل جدا جدا. وانتم ممكن تختبروه بقى بشوكه كده او بالخله اللي هي بتاعه الشيش طاووق عشان تتاكدوا ان هي تمام. انا هنا بس حبيت اوريكم ان هو مستوي وطالع معايا زي الفل. هنجيب بقى ورقه زبده تانية خالص ونرش عليها كده سكر البودره، وبعدين هنقلب السويس رول عليها. ايه فايدته الخطوه دي؟ فايدتها ان السويس رول ما يلزقش في ورقه الزبده، وفي نفس الوقت السكر البودره بيدي الكيك كده طعم برده حلو، وبتبقى كده لونها كمان جميل جدا. وفي نفس الوقت زي ما بقول لكم هيبقى سهل عليا ان انا اقدر احشيه والفه كده، السكر البودره بيسهل لي الحته دي على ورقه الزبده. انا هنا هقلب بقى السويس رول زي ما انتم شايفين كده، انا قلبت الصاج على باللي هي بالخشابه يعني او اللي هي القطاعه عشان الاتنين مقاس الصاج، وبعدين زي ما بقول لكم لفيتها بقى زي السويس رول بسرعه كده وهي لسه دافيه في ورقه الزبده اللي بسكر البودره، وبعدين لفيتها في ورقه تانيه وهسيبها بقى تهدى شويه كده قد ربع ساعه عقبال ما احضر الحشوه بتاعتها. خليكم ماشيين زي ما بقول لكم على الفيديو والخطوات بالظبط وهتنجح معاكم من اول مره باذن الله. هنجيب بقى 4 معالق من السكر، السكر الحبيبات بتاعنا عادي، ونص كوبايه كده ميه متلجه، هنضربها ضربتين كده، وبعدين هنضيف كوبايه من الكريم شانتي ومعلقتين من الباستري كريم، ونزود شويه ميه كمان ساقعه
وتضربه كويس جدا بالمضرب لغايه ما ياخد معاكوا القوام اللي هو المتماسك بتاع الكريم شانتيه. وانا كان عندي هنا معلقتين زبادي كده ضفتهم عليها، بتبقى جميله جدا. طعم الكريم شانتيه بالزبادي بيبقى حلو قوي. ممكن كمان اضافه عسل ابيض، وممكن يعني معلقه صغيره من الفانيليا السايله. الحقيقه ان كل ده بيدي طعم جميل جدا للكريم شانتيه. ممكن بقى تحطوا اي حشوه كمان، يعني اللي عنده مربى فراوله، اللي عنده فاكهه، اللي عنده فراوله متقطعه، اللي عايز مكسرات، اللي عايز شوكليت شيبس، اي حاجه. يعني الاضافات دي حاجه ترجع لكم. انا بس حبيت الموضوع يكون اقتصادي. انا هنا كنت بشرب النسكافيه بقى وانا بكمل بيستو سترول عشان ابقى مصحصحه كده والدنيا بالنسبه لي تكون تمام. وابتديت بقى زي ما انتم شايفين قطعت الحروف، والوش بتاعه انا قشرته وهقول لكم انا احنا هنعمل بيه ايه دلوقتي. المهم ان انا قطعت الحروف اهي زي ما انتم شايفين وشلتها في طبق صغير كده على جنب. انا ما حبيتش اطول عليكم وسرعت الفيديو على قد ما اقدر علشان يكون الفيديو صغير ليكم. هنبتدي بقى ناخد الكريم شانتيه ونحشي ونساوي كويس جدا بقى بالسباتيولا او بالمعلقه زي ما انتم شايفين كده مع بعض، لغايه ما يعني تحسوها ان هي الكريمه بتاعتها كده يعني واخده كريم كويس، كريم شانتيه كويس، بس مش لدرجه ان هي تبقى طالعه براها. يعني مش لدرجه ان احنا واحنا بنلفها تكون طالعه بره. على قد ما تقدروا حاولوا تساووا الكريم شانتيه ياخد طبقه كده متوسطه، والزيادات تخلوها بره عشان احنا كده كده لسه هنحتاجها لما نيجي نلف السويس رول. بصوا بقى هو طري وجميل وبتلف معايا بكل سهوله، كل ده من الورقه اللي قلت لكم عليها اللي بالسكر البودره، شايفين؟ عشان كده بتلف معايا بسهوله. فخليكوا امشوا زي ما قلت لكم الخطوات بالظبط. انا هنا بقى لفتها كويس جدا وطلعت كل الزيادات بتاعت الكريم شانتيه زي ما انتم شايفين. شفتوا بقى الشكل قد ايه جميل وسهل وبسيط جدا. وابتديت الفها ورقه في ورقه كده تانية، وابتديت اقشر كل بواقي الكيك اللي عليها دي ولفتها كويس قوي. وهجيب بقى اي حاجه كده مثلا زي ما انتم شايفين، يعني مثلا اي حاجه كده تقدر تساعد معاكم ان انتم تقدروا تشدوا الورقه بتاعت السويس رول كويس جدا عشان يتماسك، ونلفها في ممكن في ورق فايل او كيس كمان تخش الفريزر كده، يعني ممكن ليله كامله او ممكن نص يوم. المهم انها عشان تتماسك كويس، والافضل انها تتساب من بالليل لتاني يوم علشان تقدروا تلفوها، يعني تقدروا تحشوها تكملوا الشكل من بره. انا هنا طلعتها بعد 3 4 ساعات كده من الفريزر، وابتديت بقى اكمل زي ما انتم شايفين كده. بقيت بقى ايه احط الكريم شانتيه من بره، حطوه بقى باي شكل عشوائي عادي جدا مفيش مشكله، اسحبوا الزيادات وارجعوا تاني كملوا لغايه ما تتساوى شكل السويس رول. انا جبت بقى بواقي الكيك ده وبعدين فرمته كده، او انتوا حتى فرولوه كده بايديكوا، وابتدوا بقى ايه حطوه على السويس رول من بره بعد ما حطينا الكريم شانتيه بتاعنا. او ممكن تحطوه حتى في ورقه الزبده وتفضلوا تلفوا السويس رول عليه بالكريم شانتيه زي ما انتوا شايفين كده، هيطلع بالشكل التحفه ده بجد. حاجه اقتصاديه، طعمها طريه وجميله، والله فعلا كل اللي هيدوقها ويعملها مش هيصدق ان السويس رول ده معمول في البيت. مفيش ابسط ولا اسهل من كده بجد، الطريقه بتاعته خطيره، جربوها هتعجبكم جدا جدا. الحقيقه ان انا كان عندي مناسبه مهمه جدا وكنت محتاجه اعمل حاجه كده بسيطه وجميله تنفع في المناسبه السعيده دي. يا رب يكون الفيديو جميل وعجبكم وتجربوه وتقولوا لي رايكم. اشوفكم الوصفه الجايه على خير.